الآن أحبتي مع الإنشاد الجماعي تحت إشراف الأستاذة نيفينا تحت إشراف الأستاذة نيفين جلال ونشيد الوضوء وطلاب فصل وندي. مع المسرح التعليمي تحت اشراف معلمة اللغة العربية الأستاذة حنان منصور وطلاب الصف الخامس الابتدائي ومسرحة المناهج الدراسية نص التسامح والعفو يجسده الطلاب تولين احمد، احمد ثروت، الحسين محمد، مالك محمد، ليرة امين. جميلة جدا مع منشدة كونتيننتا البلس الانشاد الفردي الطالبة ملك احمد ابراهيم بريب 3B هتغني اغنية جميلة جدا وعايزينكم كلكم تتفاعلوا معاها. شكرا جزيلا، شكرا ليكم، شكرا لتفاعلكم. انا مش هقول هشكر مين ولا مين، انا بشكركم كلكم.
كل زملائي وكل أبنائي وكل اللي هو الإدارة، أنا بشكركم جدا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإلى لقاء آخر في مناسبات أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.